رمضان في مصر، الدراما والفنون تغيب عن العيون مؤقتا لبث ما تشهده مصر من احتشاد جماهيري مناهض للإرهاب. دراما الواقع الحي بدت أهم بكثير من دراما الواقع الافتراضي، وقررت قنوات مصرية وعربية كثيرة وقف بث مسلسلاتها وبرامجها الرمضانية والانتقال لبث حي من ميادين مصر. الحشود المصرية خرجت إلى الميادين العامة تلبية لدعوة القوات المسلحة المواطنين إلى استفتاء جماهيري يفوض الجيش مهمة التصدي للعنف والإرهاب. قنوات مصر أعلنت وقف بث برامجها ومواكبة التطورات التي تشهدها الساحات المصرية الرافضة للإرهاب والمتطلعة لغد يضمن لها سلامة أراضيها وأمنها واستقرارها. وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة رافقت تلك الأحداث وغطت تلك الحشود المليونية من المصريين الذين نزلوا إلى الشارع لدعم الجيش وتأييده في محاربة الإرهاب. عانت مصر في العام الأخير وتحديدا شهري يونيو ويوليو مواجهة دامية مع ميليشيات الإرهاب في القاهرة وسيناء، ما دعا الجيش المصري لطلب تفويض وتأييد شعبيين لقمع الإرهاب بحزم لا يعرف هواده، ما أوجب على وسائل الإعلام المصرية تغطية الحشود المليونية في الميادين المختلفة. يبدو أن ترفيه رمضان قد حل محله توجس السياسة وهلع العنف وفزع الإرهاب والقلق من الغد المجهول الذي يحاول البعض أن يكون شاشة سوداء لا لون فيها عدا اللون الأحمر.